المسلمون الأوائل لم ينتصروا عندما دخلوا في دين الله فاستقاموا استقامة جزئية، إنما دخلوا في دين الله واستقاموا استقامة كاملة، كما قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله. لكنهم استقاموا حقيقة أيها المسلمون، استقاموا كما قال سيدنا جعفر: تركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تركوا الظلم بكل أشكاله وألوانه، تركوا القطيعة بكل صورها، تركوا المعاصي، تركوا عبودية الأصنام للحجر وعبودية الأصنام للبشر. نحن في زماننا ليس عندنا عبودية للأصنام الحجرية، إنما أمتنا تعاني من الأصنام البشرية الذين جعلوا من أنفسهم، جعلوا أنفسهم آلهة يشرعون للناس، والناس يأتمرون بأمرهم ويؤازرونهم في طغيانهم ويعينونهم على ظلمهم. أمتنا تعاني من هذه الصنمية الجديدة الموجودة في هذا العصر. عندما تنتصر الأمة في أفرادها ومجموعها، عندما ننتصر جميعا على هذه الأمراض وعلى تلك العلل وعلى هذه الأوبئة، حينئذ أيها الإخوة ننتظر نصرا وننتظر تمكينا وننتظر عونا من الله سبحانه.